ارتفاع على درجات الحرارة، طقس مائل للبرودة فوق الجبال، وأيضا لطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن ترتفع درجات الحرارة يوم الغد لتصبح حول معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة من المتوقع أن تكون الأجواء بمشيئة الله باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وتكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة كما نشاهد من هذه الخرائط. أما في ليل يوم الأربعاء من المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا حتى صباح يوم الخميس بمشيئة الله. الأجواء في هذه الليلة في العاصمة عمان صافية، درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة، يوم الأربعاء 15 نهارا إلى 12 درجة ليلا، 18 يوم الخميس إلى 13 في ساعات الليل، وأيضا الجمعة تصل إلى 20 درجة مئوية مع احتمال لزخات من الأمطار في يوم الجمعة ليلا إلى تصل إلى 14 درجة مئوية. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة عادة: إربد 19 إلى 13، المفرق 18 إلى 12، جرش 19 إلى 13، عجلون من 18 إلى 12 درجة مئوية في ساعات المساء، عمان 15 إلى 12 أجواء مشمسة، في الزرقاء 19 إلى 13، في البلقاء 16 إلى 12، مادبة 16 إلى 11 درجة، وفي البحر الميت من 24 إلى 19 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة. كرك أجواء مشمسة 16 إلى 12، طفيلة 15 إلى 11 درجة، في معان 20 إلى 12، في جبال الشرا 13 إلى 10، وفي العقبة من 27 إلى 20 درجة مئوية والأجواء مشمسة. رويشد 21 إلى 13، كذلك الأمر في الصفاوي 20 إلى 12، وأخيرا في الأزرق من 21 إلى 13 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.